لا الصوت مسموع مزيان أستاذة سامر؟ مزيان على بركة الله. مزيان مزيان أستاذ، مزيان مسموع بالتوفيق إن شاء الله أختي بشرى. شكرا بارك بالتوفيق الله فيك. بالتوفيق. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مساء الخير، يطيب لي أن أرحب بكم في هذا اللقاء التربوي الرقمي والتقني الواعد. وافر الشكر والامتنان للمرصد المغربي للتكوين والبحث في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التربوية أما فورتيس على مبادراته الرائدة والمتميزة في شخص رئيسه الدكتور مولاي محمد الدريسي. وبكل عناوين المحبة والإخاء أرحب بكم حضورنا وضيوفنا الكرام. لقاؤنا اليوم يأتي في إطار مواكبة المرصد لفريقه التقني والبيداغوجي المشتغل على مشروع الدعم الموجه للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة وكذا التعليم الأولي، بموجب الاتفاقية الثلاثية بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والمرصد المغربي للتكوين والبحث في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التربوية أما فورتيس ومنظمة الأمم للطفولة يونيسف كداعم أساسي للمشروع الذي يهم ثلاث محاور كبرى. أولاً، تكييف كراسات الدعم للأطفال في وضعية إعاقة. ثانياً، إعداد كبسولات فيديو للأسر لمواكبة أطفالهم سواء تعلق الأمر بأطفال في وضعية إعاقة أو بالتعليم الأولي. المحور الثالث يهم الدعم التقني. كل الشكر والتقدير للأستاذ المجدد عزيز البقالي على تلبيته لدعوة المرصد وتأطيره لهذه الأمسية الرقمية تحت عنوان استغلال برنامج جيتسيميت في التواصل مع آباء وأولياء تلاميذ التعليم الأولي والتربية الدامجة. الأستاذ عزيز غني عن التعريف بمؤهلاته العلمية والمهنية وعطاءاته المتميزة. هو أستاذ تعليم ابتدائي بمديرية فاس، خريج المدرسة العليا للتكنولوجيا. هو أيضاً عضو جمعية الأساتذة المجددين بالمغرب فرع فاس، عضو فريق تكوين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمركز القلم للتكوين والتجديد البيداغوجي والبحث التربوي، مدرب معتمد لدى مايكروسوفت، سفير للكتاب الذكي كليفر بوك، سفير لمشروع التكنولوجيا في خدمة التعليم. هو أيضاً ما شاء الله سفير للمبادرة التونسية من دار قريص غاري. أطر مجموعة من الورشات الوطنية والدولية. هو أستاذ مجدد مهتم بإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم. شكراً لك أستاذي ومرحباً بك. لنفتتح على بركة الله لقاءنا، الكلمة لكم أستاذ عزيز. شكرا لكم أستاذتي بشرى، سأتقاسم معكم الآن شاشة حاسوبي على بركة الله. إذن عافاك شي فيدباك بخصوص الصوت والصورة؟ الصوت متزامن بشكل جيد مع الصورة أستاذ عزيز. كل شيء مزيان هو هذاك، تحياتي. سأشغل صوت الجهاز. إذن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية أتقدم بالشكر الجزيل للمرصد المغربي للبحث والتكوين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. أشكر الفريق التقني الذي يقوم بمجهودات جبارة في الكواليس لإعداد وإنجاح مثل هذه اللقاءات. أحيي كل المتدخلات والمتدخلين في اللقاءات السابقة على عروضهم وعلى مداخلاتهم الغنية والقيمة والتي أكيد أننا استفدنا منها الكثير. أشكر السيد المفتش المتدرب محسن البقالي على تواصله الدائم معي ومع كل أعضاء الفريق التقني
ولا يفوتني أيضا أن أشكر الدكتور مولى محمد الدريسي على الدعوة الكريمة لتقديم مداخلة في هذا اللقاء، وكذلك على دعوته لي للانضمام إلى الفريق التقني لهذا المشروع الكبير الموجه لفائدة التعليم الأولي والتربية الدامجة. نرحب بكل أمهات وآباء وأولياء التلاميذ الحاضرين معنا في هذا اللقاء. نرحب بكل الأطر التربوية والإدارية والسيدات والسادة المفتشين، ونرحب بجميع الحضور الكريم. خلال هذا اللقاء بحول الله سنتطرق إلى كيفية استخدام منصة جيسيميت في التواصل مع أمهات وآباء وأولياء تلاميذ التعليم الأولي والتربية الدامجة. ومن طبيعة الحال يمكن استعمال واستخدام هذه المنصة في التواصل مع تلاميذ باقي المستويات، كما يمكن استخدام هذه المنصة في اللقاءات والندوات التزامنية والدروس عن بعد. كما نعرف جميعا وبسبب تفشي وانتشار فيروس كورونا انتقل الكثير منا للعمل والدراسة من المنزل وعن بعد، وبالتالي فتطبيقات وبرامج مكالمات الفيديو شهدت إقبالا كبيرا، الشيء الذي دفع أصحاب هذه التطبيقات إلى تحسين خدماتها وكذلك تطوير إمكانياتها وقدراتها. ومن ضمن أبرز هذه التطبيقات أو هذه المنصات نجد جيسيميت، هذا البرنامج المجاني والذي ينافس بقوة البرامج المدفوعة. إذن قبل أن نغوص في اكتشاف خصائص ومميزات هذه المنصة الرائعة، لا بأس بأن نلقي نظرة سريعة على برنامج هذا اللقاء. إذن بحول الله اللقاء قسمته إلى 5 محطات. في المحطة الأولى سنقف عند تقديم نبذة عن منصة جيتسي. في المحطة الثانية سنتعرف على الخدمات التي تقدمها لنا هذه المنصة. في المحطة الثالثة سنقف عند خصائص ومميزات هذه المنصة، وكذلك سنذكر بعض قدراتها وإمكاناتها. وفي المحطة الرابعة سنلج إلى المنصة، سنتعرف على واجهتها، ثم سنتطرق إلى كل إعداداتها وأمور كثيرة أخرى. ومن طبيعة الحال المحطة الأخيرة سنخصصها للأسئلة والمناقشة. إذن على بركة الله نبدأ المحور الأول في هذا اللقاء، وهو يخص تقديم نبذة عن برنامج جيسي. إذن كما أشرت في البداية، فمنصة أو برنامج جيسي هو برنامج مجاني ومفتوح المصدر، وبالتالي فاستخدامه لا يحتاج لا لتفعيل ولا لأي شيء آخر، كما أن هذا البرنامج أو هذه المنصة يمكن استخدامها عن طريق الهاتف وكذلك عن طريق الحاسوب، وبالتالي فهي تدعم أنظمة تشغيل ويندوز، ماك، لينكس وأندرويد. لاستخدام منصة جيتسي لا نحتاج لأي برامج إضافية، كما أننا لا نحتاج لتحميل أو تنصيب أي برنامج آخر، يكفينا فقط الدخول عبر محرك البحث وكتابة كلمة جيسيميت وسنلج إلى المنصة مباشرة. منصة جيسي تدعم لغات كثيرة كاللغة الإنجليزية والفرنسية وكذلك اللغة العربية ولغات كثيرة أخرى. إذا الآن سنتعرف على بعض خدمات منصة جيسيميت. تطبيق أو برنامج جيسيميت يقدم لنا خدمات كثيرة، ومن طبيعة الحال فكل خدماته مجانية،
فهو يتيح لنا إمكانية إجراء محادثات، وهذه المحادثات يمكن أن تكون عبارة عن صوت، ويمكن أن تكون فيديو يعني صوت وصورة، ويمكن أن تكون عبارة عن محادثات نصية. من بين الخدمات كذلك يتيح لنا برنامج جيسيميت إمكانية البث المباشر على اليوتيوب، بحيث يمكننا في الوقت آنه وبشكل تزامني نشر مجريات اللقاء أو الندوة أو الدرس على قناتنا في اليوتيوب، وسنشرح هذه المسألة بالتفصيل عندما سنلج إلى المنصة. من بين الخدمات كذلك نجد أن منصة جيسي تتيح لنا إمكانية تقاسم وتشارك شاشة جهازنا مع المشاركين والمشاركات، وهذه المشاركة تكون بتقاسم شاشة الجهاز بشكل كامل أو مشاركة نافذة معينة. ومن طبيعة الحال فجيسي ميت يتيح لنا كذلك إمكانية تسجيل اللقاء أو الدرس والعودة إليه في أي وقت نريد. الآن سنمر إلى بعض خصائص ومميزات منصة جيسي ميت. برنامج جيسي ميت يتميز بخصائص كثيرة، فمن بين أبرز هذه الخصائص أننا لاستخدامه لا نحتاج لإدراج معلوماتنا الشخصية، كما أننا لا نحتاج لإنشاء حساب في المنصة، ونفس الشيء ينطبق على الضيوف أو التلاميذ. فعند إنشاء قسم افتراضي نرسل لهم رابط، ومباشرة عند نقرهم على ذلك الرابط يلجون إلى القسم الافتراضي دون إنشاء أي حساب أو إدخال أي معلومة شخصية تخصهم كالبريد الإلكتروني أو الاسم أو صورة أو رقم هاتف، وهذه نقطة قوية لمنصة جيسي ميت. كما أن منصة جيسي ميت تتيح لنا إمكانية وضع كلمة مرور للقسم الافتراضي أو للغرفة التي ننشئها، وبالتالي فكل ضيف أراد الدخول إلى هذه الغرفة لابد أن يدخل كلمة المرور الخاصة بقسمنا الافتراضي. من بين الخصائص والمميزات كذلك نجد أن منصة جيسي ميت تعطينا عدد غير محدود من الدقائق والثواني والساعات عكس بعض البرامج الأخرى، وبالتالي فلا يوجد حد زمني لإنهاء اللقاء. نجد كذلك أنه من بين المميزات التي يتميز بها هذا البرنامج أنه يمكننا إدراج فيديو من اليوتيوب. إذن في الخدمات أشرت لكم أنه يمكن أن نبث بشكل مباشر ما نقوم به في اللقاء، هنا العكس، يمكن أن نأخذ فيديو من اليوتيوب وندرجه بشكل مباشر في اللقاء. ومن طبيعة الحال هناك خصائص ومميزات أخرى سنتطرق إليها بعد الدخول إلى البرنامج، مثل إخفاء خلفية المكان الذي نتواجد به إن كنا نشغل الكاميرا، كذلك أخذ الإذن للحديث، كذلك المشرف على اللقاء يمكنه كتم صوت جميع المشاركين والمشاركات، كما يمكنه كذلك تعطيل كاميرا جميع المشاركات والمشاركين. وكل هذه الأمور سنتطرق إليها بالتفصيل بعد أن نلج إلى منصة جيسي ميت. إذن على بركة الله سندخل إلى محرك البحث، و
سنكتب جيتسميت. إذا ندخل إلى هذا الموقع. إذا كما تلاحظون فعملية الولوج إلى منصة جيتسميت هي عملية سهلة وبسيطة وغير معقدة، وكما تلاحظون من خلال الواجهة فهي واجهة بسيطة وسهلة. إذا لإنشاء قسم افتراضي أو لإنشاء غرفة من أجل عقد اجتماع أو لقاء أو ندوة، نكتب هنا اسم هذا القسم الافتراضي أو اسم هذا اللقاء، يعني عنوان هذا اللقاء أو عنوان هذا الاجتماع. نفترض أنني أرغب في إنشاء قسم افتراضي خاص بالتربية الدامجة، إذا نكتب التربية الدامجة، يعني فصل خاص بالتربية الدامجة، سميها رقم 4 مثلا. ثم بعد أن أكتب اسم هذا الفصل الافتراضي ننقر على أنشئ. إذا بعد أن نقرأ عليه مباشرة كما تلاحظون أنا الآن لم ألج بعد إلى هذا القسم الافتراضي. يمكنني في البداية أو قبل الولوج أن أعطل الكاميرا وأن أكتم الصوت، ثم بعد ذلك أنقر على انضم إلى الاجتماع. بالنسبة للغة كما أشرت لكم في البداية يمكن استعمال أي لغة نريد كالإنجليزية والفرنسية واللغات الأخرى. إذا بعد النقر على انضم إلى الاجتماع تظهر لي واجهة القسم الافتراضي الخاص بي. هنا يمكنني كتابة اسمي. إذا كما لاحظتم عند الدخول إلى منصة جيتسميت لم أحتاج لإنشاء حساب، وكذلك لم أحتاج لإدخال بعض المعلومات الخاصة بي. إذا من هنا يمكن أن أكتب اسمي الحقيقي أو اسم مستعار. كما تلاحظون ويمكن تغييره في أي وقت أشاء. إذا في هذا اللقاء أو في هذه الغرفة التي أنشأتها الآن التحق بي الأستاذ كبير بنان. الآن قبل أن أرسل الدعوة للضيوف من الأفضل أن أضع أو أن أضيف كلمة مرور لهذا القسم الافتراضي، وبالتالي فعندما سيتوصل ذلك التلميذ أو ذلك الأب أو ذلك الأم برابط الولوج لهذا الاجتماع لابد أن يدخلوا كلمة المرور من أجل الانضمام لهذا اللقاء. إذا كيف يمكننا إضافة كلمة مرور؟ نذهب إلى هذا الدرع الموجود في أسفل الشاشة على اليمين، ننقر عليه. كما تلاحظون بكل بساطة يوجد عندنا هنا إضافة الكلمة السرية، ننقر عليها. نجد هنا مكان يمكننا كتابة فيه الكلمة السرية. إذن هذه الكلمة السرية يمكن أن تكون عبارة عن حروف، ويمكن أن تكون عبارة عن أرقام، ويمكن أن تكون عبارة عن حروف وأرقام. نفترض أنني اخترت رقم مثلا 4444 هو كلمة المرور. إذا ننقر على أد ونخرج من هذه النافذة. إذا الآن أصبح لغرفتي كلمة مرور. إذا أي ضيف أراد أو تلميذ أراد الانضمام
إلى هذا القسم الافتراضي لابد له من إدخال كلمة المرور. إذن الآن كيف يمكنني أن أقوم بدعوة تلاميذي أو مشاركات ومشاركين من أجل الانضمام لهذه الندوة أو هذا اللقاء أو هذا القسم الافتراضي؟ هناك مجموعة من الطرق للانضمام إلى هذا اللقاء، نبدأ بأسهلها. إذن كما تلاحظون هنا يمكن أن ننسخ عن هذا الرابط كوبي كولي، وبعد ذلك نلصقه في أي تطبيق دردشة أو رسالة نصية وإرساله للتلاميذ مع إخبارهم أيضا بكلمة المرور. نفترض أنني سأرسله إلى هذا الرقم، هذا رقمي الثاني، كنترول V. كما تلاحظون هذا الضيف توصل برابط الولوج إلى ذلك اللقاء. إذا نفترض الآن أنني ضيف، سأنقر على الرابط. ولاحظوا معي أنني كضيف لا أحتاج أيضا لا لإنشاء حساب ولا لتحميل البرنامج ولا لتنصيبه ولا لإدخال معلوماتي الشخصية، فمجرد النقر على هذا الرابط. إذن الواجهة هي هذه. إذن أنا الآن لم أنضم إلى اللقاء بعد، يمكنني تعطيل الكاميرا وكذلك كتم الصوت وأنقر على انضم إلى الاجتماع. ولما سأنقر على انضم إلى الاجتماع من طبيعة الحال سيطلب مني كلمة المرور. لاحظوا معي كلمة المرور لا بد منها. إذن إن لم أكن أتوفر على كلمة المرور سوف لن تسمح لي هذه المنصة بالولوج إلى القسم الافتراضي الذي أرسل لي ذلك الرابط. إذن نكتب 444 وننقر على موافق. إذن نذهب إلى النافذة الخاصة بي كمشرف على اللقاء. إذن الآن يتواجد معي عزيز البقالي الثاني الذي هو كضيف، وكذلك الأستاذ كبير بنان. إذن بعد إرسال دعوة للضيوف سنكتشف بعض الطرق الأخرى لإرسال الدعوة للضيوف بعد قليل. الآن سنشرح بعض الأزرار وبعض الأيقونات المتواجدة في هذه الواجهة. كما تشاهدون هنا في أسفل الشاشة على اليسار هناك أيقونة على شكل حاسوب، يمكننا من خلالها تقاسم شاشة جهازنا بكامله أو مشاركة نافذة معينة. إذن ننقر عليها. كما تلاحظون هنا خيار تقاسم شاشة جهازي بكاملها، هنا تقاسم فقط النافذة التي أرغب في مشاركتها مع المشاركات والمشاركين، وهنا تقاسم المتصفح الذي أرغب في مشاركته مع تلاميذي أو مع الضيوف الكرام. نفترض أنني سأتقاسم معهم هذا العرض بالباوربوينت، ننقر عليه ثم ننقر على شير. إذن كما تلاحظون ندخل وكأنني ضيف. إذن النافذة التي أمامكم الآن وكأنني ضيف في هذا اللقاء أو تلميذ في هذا القسم الافتراضي، والأستاذ تقاسم معنا العرض الخاص به. إذن لإيقاف التقاسم الأمر سهل جدا، فقط ننقر على Stop Sharing ويتوقف التقاسم. بجانب أيقونة أو زر تقاسم الشاشة نجد رمز اليد. خيار رفع اليد عادة يتم استخدامه لطلب الإذن
للتحدث. إذن مثلا نفترض أن هذا الضيف أراد التحدث، فمجرد نقره على رفع اليد، أنا كمشرف على اللقاء سيظهر لي أن هذا التلميذ قد رفع يده من أجل أخذ الكلمة. الزر الذي بجانبه هو خاص هو خيار المحادثات النصية، يتيح لنا إذن يتيح لنا إمكانية إجراء محادثات نصية بين جميع المتصلات والمتصلين، وعند إغلاق اللقاء ومغادرة المشاركات والمشاركين يتم بشكل تلقائي حذف المحادثة. نفترض أنني أردت أن أكتب لتلاميذي هل الصوت مسموع مثلا، لاحظوا معي، إذن التلميذ سيصعد عنده هنا إشعار بأن هناك شخص ما كتب رسالة ما، لما سينقر عليه سيجد أن عزيز البقالي كتب له هل الصوت مسموع. إذن الأمر كما تلاحظون أو كما تشاهدون فهو أمر بسيط. إذن هذه الأيقونة تمكننا من كتم وكذلك تشغيل الصوت، هذه الأيقونة تمكننا من إنهاء المحادثة، وهذا الخيار هو مخصص للتحكم في تشغيل وإيقاف الكاميرا. من طبيعة الحال كاميرا وصوت الخاص بنا وليس الخاص بالمشاركين والمشاركات. إذن هذه الأيقونة الموجودة هنا في الأسفل على اليمين والتي بها أربع مربعات صغيرة تتيح لنا إمكانية تغيير طريقة عرض فيديوهات المشاركين في الاجتماع. ننقر عليها، لاحظوا معي أن طريقة العرض تغيرت. إذن بجانبها نجد أيقونة أخرى تتيح لنا إمكانية دعوة الضيوف بطريقة أكثر احترافية. ننقر عليها، إذن كما تلاحظون لدينا هنا في الخانة الأولى رابط هذه الغرفة الصوتية أو هذا القسم الافتراضي، يكفينا أن نقر على هذه الأيقونة الخاصة بالنسخ. بعد أن نقر عليها يمكن أن نلصقها في أي موقع دردشة أو موقع للتواصل. الخانة الموجودة تحتها خاصة بإرسال دعوة، وهذه أكثر احترافية من الأولى، بحيث يمكن أن نرسل دعوة بشكل مباشر عبر البريد الإلكتروني أو ننسخ الدعوة. لاحظوا كيف هو شكل هذه الدعوة، يكون بها معلومات أكثر تفصيلا. إذن الدعوة مكتوب فيها اسم المشرف على ذلك القسم الافتراضي أو ذلك اللقاء، مع كتابة أيضا اسم الاجتماع، وهذا مكتوب باللغة العربية وكذلك مترجم باللغة الإنجليزية. نشاهد أيضا أنه يوجد لدينا هنا رقم هاتف وكذلك الرمز المميز. إذن عند إنشاء قسم افتراضي منصة جيتسي ميت تعطينا رقم وكأنه رقم هاتف خاص بهذا القسم الافتراضي، وبالتالي فالأشخاص التلاميذ أو أمهات وآباء وأولياء تلاميذ الذين لا يتوفرون على الإنترنت يمكنهم إجراء مكالمة هاتفية عادية
بإدخال هذا الرقم مع إدخال هذا الرمز. نمر إلى باقي الإعدادات. كما تلاحظون هنا في أقصى أسفل يمين الشاشة هناك ثلاث نقط رأسية يتواجد بها مجموعة من الإعدادات المهمة. في الأعلى هناك خيار خاص بملفي الشخصي. إذن بعد أن نقرأ عليه سنجد معلومات خاصة بي. يمكن من هنا أيضا تغيير الاسم الخاص بي، مثلا هنا خطأت في الاسم. بالنسبة للبريد الإلكتروني لكم الاختيار في كتابته أم عدم كتابته. بالنسبة لهذا الخيار الخاص بالأجهزة، في بعض الأحيان تكون كاميرا الحاسوب الخاص بك معطلة وتضيف يعني كاميرا خارجية، يمكنك اختيار الكاميرا الخارجية من هذا الخيار، ونفس الشيء بالنسبة للميكروفون ومخرج الصوت. إذن هنا في الخيار الخاص بالمزيد فهذا جد مهم، يعطينا إمكانية تغيير اللغة، يعني ممكن أن نختار أي لغة نشاء، فرنسية كالإنجليزية الكورية، يعني لغات كثيرة. وهنا يمكننا كتم ميكروفون جميع الضيوف، كما يمكن كذلك تعطيل كاميرا جميع الضيوف، وننقر على كلمة موافق. إذن الخيار الآخر خاص بإدارة جودة الفيديو. إذن منصة جي سي ميت تتيح لك إمكانية عرض هذا اللقاء بصيغة HD، ولكن إن كنت أو إن كان صبيب الأنترنت الذي تتوفر عليه ضعيف شيء ما، من الأفضل اختيار يعني جودة منخفضة أو متوسطة حتى لا يكون هناك انقطاع في الصورة وحتى لا يكون مشاكل تقنية. الخيار الآخر خاص بعرض الشاشة. إذن عرض كامل الشاشة يتيح لنا إمكانية فتح نافذة الاتصال بكامل الشاشة كما تلاحظون، وللعودة للعرض بشكل عادي نوقف العرض الكامل للشاشة. تحته نجد البث المباشر. إذن كما أشرت في البداية فمنصة جيتسي ميت تتيح لنا إمكانية نشر هذا اللقاء بشكل آني وتزامني. فقط أذهب إلى قناتي على اليوتيوب وأنسخ مفتاح البث وألصقه في هذه الخانة، ثم بعد ذلك أنقر على ابدأ البث المباشر، وهنا كل مجريات اللقاء ستبث على قناتك في اليوتيوب بشكل مباشر. نمر إلى الخيار الآخر، ابدأ التسجيل. إذن من أجل التسجيل نحتاج إلى حساب على دروب بوكس. إذن برنامج دروب بوكس هو كما تعلمون برنامج سحابي، يعطينا تقريبا 2 جيجا يمكننا أننا نخزن فيها ملفات، يعني أقصى حد هو 2 جيجا. وبعد ربط حسابي دروب بوكس بمنصة جي سي ميت أنقر على ابدأ التسجيل، وسيسجل هذا اللقاء وسأجده في حسابي على دروب بوكس، وأنا ذاك يمكنني تحميل ذلك اللقاء والعودة إليه في أي وقت أشاء. نمر الآن إلى خيار آخر، مشاركة فيديو اليوتيوب.
إذن نفترض أنني أقدم درس معين لتلاميذي أو أعقد اجتماع مع أمهات وآباء وأولياء تلاميذ سواء التعليم الأولي أو التربية الدامجة أو باقي المستويات، وتبين لي أن أحد الفيديوهات في اليوتيوب يمكن أن يقدم إضافة لعرضي. نذهب إلى ذلك العرض، ننسخ رابط الفيديو كنترول سي، ونذهب إلى القسم الافتراضي الخاص بي ونلصق رابط الفيديو وننقر على شارك. إذن كما تلاحظون الفيديو الآن يتواجد بداخل اللقاء، وكأنه يعني محمل على جهاز حاسوبي. لإيقاف أو خروج من هذا الفيديو المدرج من اليوتيوب، إذن من هذا الخيار ننقر على وقف فيديو اليوتيوب. كما من طبيعة الحال يمكن التحكم في المقاطع التي نرغب في تمريرها للتلميذات والتلاميذ. الآن نمر إلى خيار آخر، خيار خاص بتعتيم الخلفية، يعني في حالة أنني كنت أشغل الكاميرا يمكن تعتيم خلفية المكان الذي أتواجد به من خلال النقر على هذا الخيار. الخيار الموالي خاص بالإعدادات، وقد تطرقنا له قبل قليل. إذن قلت لكم أنه فيه أيضا مجموعة من الخيارات كالأجهزة التي تمكننا من اختيار الكاميرا وكذلك مخرج الصوت والميكروفون، ملف التعريفي، المزيد يعني الخاص باللغة، والتحكم في ميكروفون وكاميرا جميع الضيوف. نمر الآن إلى الخيار الموالي وهو خاص بأكتم الجميع، يعني هذا الخيار في بعض الأحيان ونحن نقدم عرض ما أحد التلميذات أو التلاميذ أو الضيوف يشغل الميكروفون عن غير قصد. إذن يمكن الذهاب مباشرة إلى هذا الخيار ونكتم ميكروفون جميع الضيوف ما عدا الميكروفون الخاص بي. الخيار الموالي يعطينا بعض الإحصاءات، إذن كما تلاحظون يعطيني اسم كل الضيوف المتواجدين معي بهذا اللقاء، كما يعطيني أيضا المدة التي شارك فيها معي في هذا اللقاء. نمر إلى الخيار الآخر وهو خاص بعرض اختصارات، يعني منصة جي سي ميت. عوض النقر على هذه الأزرار التي فصلنا فيها يمكن النقر عليها بطريقة غير مباشرة، فمثلا نريد أن نرفع اليد، نرفع اليد، الاختصار هو R. إذن عوض أن نذهب إلى هذه الأيقونة وننقر على رفع اليد، ممكن أن نقر في لوحة المفاتيح على حرف R وسترفع اليد كما تلاحظون هنا، ثم رفع اليد، خفض اليد، ننقر كذلك على R، إذن ثم خفض اليد. في الأخير هناك خيار خاص بالمساعدة، إن واجهتك مشكلة معينة يمكنك التواصل مع الفريق الخاص بمنصة جي سي ميت وإرسال رسالة تتضمن نوع المساعدة التي
ترغب فيها. إذن الآن نفترض أننا أنهينا هذا اللقاء، وغدا نرغب في العودة إلى نفس القسم الافتراضي. إذن فمنصة جي سيميت تتيح لنا إمكانية العودة متى شئنا لهذا القسم الذي ولجناه الآن، وبنفس الرابط ونفس اسم الغرفة التي وضعناهما في أثناء يعني إنشاء الحساب. إذن فلنجرب ذلك. إذن نخرج. ننهي اللقاء وندخل مرة أخرى. إذن كما تلاحظون يمكنني إنشاء أو بداية اجتماع جديد، كما يمكنني الدخول إلى الاجتماع الأخير الذي أنشأته قبل قليل. ندخل كلمة المرور. إذن جميع الضيوف أو التلميذات أو التلاميذ يمكنهم الدخول إلى هذا الفصل الخاص بالتربية الدامجة رقم 4 عن طريق نفس الرابط الذي توصلوا به في البداية. وهكذا نكون قد تطرقنا إلى جميع إعدادات هذه المنصة، ونفتح الآن المجال للأسئلة والمناقشة. شكرا جزيلا أستاذ عزيز على هذه المداخلة الرائعة وعلى كرم التقاسم. في انتظار تفاعلات السادة المشاركين، أتقدم بعميق الشكر والامتنان لجنود الخفاء في الفريق التقني لما بذلوه من جهود جبارة لإنجاح هذه اللقاءات المتميزة والمثمرة وتنزيل أهداف هذا المشروع الرائد. شكرا جزيلا. سأقوم بتذكير لأهم النقط التي وردت ضمن عرض الأستاذ عزيز. تطرقت أستاذي لخمس محاور. نبدأ على المنصة. واش صوت مسموع؟ نعم مسموع أستاذ أبو قشرة. مسموع أستاذ؟ نعم مسموع أستاذ أبو قشرة. نعم شكرا. نعم سأقوم بتذكير لأهم النقط التي وردت ضمن عرض الأستاذ عزيز. تطرقت أستاذي لخمس محاور. نبدأ عن المنصة وأهميتها في خلق التواصل مع آباء وأمهات وأولياء التلاميذ. عرجت على الخدمات العديدة التي توفرها وكونها تدعم جميع اللغات يمكن استخدامها وفق جميع أنظمة التشغيل. لها من الخصائص ما يجعلها مرنة وسهلة في الاشتغال. بعد ذلك تفضلت بتطبيق مباشر لكيفية استغلال المنصة وشرح وافي لإعدادات المنصة وما توفره للمستعمل من خيارات، كخيار رفع اليد، الحماية، إدارة جودة الفيديو، نشر اللقاءات بشكل آني وتزامني، والتحكم في المقاطع التي ترغب في تمريرها للتلاميذ، إلى غير ذلك من الإعدادات. شكرا جزيلا أستاذ. نمر الآن إلى الأسئلة إما على شكل رفع اليد أو التدخل المباشر. شكرا لكم. إذن لدينا شكرا لك أستاذ بشرى. نعم تدخل أستاذة فاطمة. السلام عليكم. تفضلي. نعم وعليكم السلام. أولا كنشكركم على هذا العرض القيم صراحة اللي استفدنا منه بزاف بزاف. عندي واحد ثلاثة ديال النقاط إذا كان ممكن.
بالنسبه في المداخله ديال الاستاذ كان قال ان التلميذ اللي ما عندوش مثلا الانترنت بامكانه القيام بمكالمه هاتفيه عاديه، الا كان ممكن واحد شويه بحال توضيح اكثر لهذه النقطه هذه، واش غيكون على شكل مثلا ابل فيديو واتساب ولا الا كان ممكن توضيح. وحاجه اخرى، هاد المكالمه هذه واش غيكون لو بري ديالها؟ راكم عارفين حنايا كنتعاملوا مع اسر كتعيش لها شاشه، الثمن ديال هاد المكالمه هذه واش غيكون بحال مكالمه عاديه وطنيه ولا غيكون اكثر؟ حاجه اخرى، النقطه الثانيه بالنسبه لفاش دخل الاستاذ الغرفه وعاود خرج ودخل ليها المره الثانيه، لاحظنا ان التوقيت استمر، واش داكشي اللي كان في المحاضره مثلا الاولى او الدرس الاول كيبقى مسجل وكتكون تتمه، ولا غير حيت دخل دغيا دغيا داكشي باش بقى التوقيت مستمر؟ والنقطه الثالثه هي صراحه ملاحظه صغيره، هي ان ديك الاختصارات اللي كاينين غتنفعنا حنايا بزاف في التعامل مع الاطفال في وضعيه اعاقه، حيث انهم غيوليو يخدموا بلوحه المفاتيح اكثر من لاسوري. مره اخرى شكرا لكم، وجعل الله هذا العمل هذا في ميزان حسناتكم جميع. شكرا استاذه. التدخل الثاني للاستاذ كمال. اهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا جزيلا سي عزيز البقالي، شكرا جزيلا للجنه المنظمه، شكرا ايضا لأومافور. واحد السؤال سي عزيز بالنسبه لجيتي ميت، انا فايت خدمت به ولكن لاحظت واحد الملاحظه بالنسبه للجوده ديال الصوت والصوره ضعيفه شويه، ما عرفتش واش مشكل غير بالنسبه غير في الصبيب ولا مشكل في التطبيق بحد ذاته. وشكرا جزيلا، إذا كان شي توضيح في هذا الباب ما كانش شي مشكل. شكرا جزيلا. أستاذ عزيز يمكن ما بقاش شي حد رفع اليد ديالو؟ إذا بالنسبة للسؤال الأستاذة بخصوص يعني المكالمة الهاتفية، إذن هذا الأمر يشبه نوعا ما طريقة الدخول إلى تطبيق زوم عن طريق مكالمة هاتفية. وصراحة لا أخفيك سرا أستاذتي أن هذا الأمر المتعلق بالمكالمة الهاتفية يحدث يعني مشاكل كثيرة في التواصل بين التلميذ و يعني الأستاذ أو المشرف على ذلك القسم الافتراضي. لذلك أفضل دائما الدخول بالشكل العادي وهو عن طريق النقر على رابط ذلك القسم الافتراضي، في انتظار تحسين هذه الخدمة من طبيعة الحال من طرف فريق عمل هذه المنصة. إذن بالنسبة للمدة الزمنية التي تطرقت أو التي أشرت إليها، بعد خروجي من القسم الافتراضي ظل هناك السيد كبير بنان مستعملا لذلك القسم الافتراضي، وبالتالي فذلك القسم الافتراضي لم يغلق بشكل تام، لذلك استمرت المدة. بخصوص السؤال المتعلق بالأستاذ كمال الذي أحييه من هذا المنبر، صراحة جربت أنا هذا البرنامج في العديد من المرات، وبالنسبة للصوت والصورة لم أجد صراحة أي مشكل. ربما أعتقد أن رداءة الصوت والصورة له علاقة بصبيب الإنترنت. شكرا. شكرا جزيلا أستاذ عزيز. نعم الأستاذ عبد الرحيم العسري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا شكرا ومفور على استمرارية هذه اللقاءات، شكرا لك الأستاذة بشرى وتحية لك على حسن
سيرك وتسيرك لهذا اللقاء. تحية لك الأستاذ عزيز بقالي. سؤالي فقط مرتبط بجودة الانترنت اللي ممكن نخدموا بها هذه المنصة، لأنه عانينا مع الأقسام الافتراضية في العالم القروي أنه ما كيصدقش بهذه الكونيكسيون اللي كتكون 3G، ولا كاع كانت 4G كتكون شوية ضعيفة بزاف. يعني هل إذا كانت جودة الانترنت ضعيفة ممكن أنها تفعلنا المنصة، لأن كما يبدو أنها بسيطة الاستعمال أحسن من الأقسام الافتراضية لكون هذه الأخيرة تحتاج إلى جودة انترنت عالية؟ وشكرا جزيلا. شكرا أستاذ رحيم. معنا الآن الأستاذ كبير. ربما السلام عليكم أستاذ كبير. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا. نعم أستاذ كبير. أستاذ أبو بشرى الوداني، شكرا سي عزيز على كل ما قدمه لنا طيلة هذه الفترة، وكان فعلا مفيدا بشكل خاص. جيت سي سمعنا به من قبل عند ذكره الأستاذ مولاي محمد الإدريسي، وصراحة لم أجربه منذ ذلك الوقت، لكن الملاحظ أن الدخول إليه سهل جدا مقارنة مع المنصات الأخرى. وملاحظة أخرى أنه يعمل في ما نسميهم تخدم في صفحة الويب العادية، بمعنى أنه لا يحتاج إلا إلى تنصيب واحد الإكستنسيون صغيرة، لا يحتاج تنصيبها إلى وقت طويل، يعني بسرعة تنصب ويشتغل بسهولة. وبالتالي أظن أن ضعف الإنترنت سيعمل معه ما دام أن النافيغاتور كيكون خدام، فالبرنامج سيعمل. على عكس منصات أخرى مستقلة فهذا لا أعرف ماذا سيحتاج من قوة إنترنت لكي تشتغل بشكل جيد. هذه ملاحظتي مع هذا الاستعمال الأول رفقة سي عزيز، وأجدد الشكر للفريق ككل. السلام عليكم. شكرا أستاذ كبير. الآن عن ربما تدخل أستاذة تبشي. لا تفضل. أستاذة فاطمة. فاطمة مغزاز. السؤال الاخر بصراحه هاد التطبيق هذا عجبني بزاف نظرا للسهوله ديالو بارابور لهذا لي زوتر ابليكاسيون. غير بغيت يمكن هاد النقطه تطرقت لها في بدايه العرض، انا ما عرفنيش الحد ودخلت واحد شويه معطله، غير العدد او الماكسيموم ديال التلاميذ اللي يقدروا يدخلوا ليها، واش كاين عدد محدد ولا يعني شحال عدد التلاميذ الاقصى عدد يقدر يدخل هاد المنصه هادي؟ نعم استاذه ساجيبك على هذا السؤال بعد قليل. استاذه بشرى نجاوب على هذه الاسئله ولا ننتظر؟ نعم استاذ حيت ما باليش تفضل استاذ. نعم. اذا تحيه طيبه للاستاذ عبد الرحيم. إذن كما لاحظت أو كما شاهدت معي أن البرنامج يعني هو برنامج بسيط وسهل ولا يحتاج إلى تلك الانترنت القوية جدا، وأعتقد أن صبيب انترنت متوسط يمكن أن يفي بالغرض، كما أنه أيضا لاستخدامه لا يحتاج لجهاز حاسوب قوي، وبالتالي فجهاز أيضا متوسط يمكن أن يفي بالغرض. وكما أشار الأستاذ كبير بنان يعني فهذه المنصة أو هذا البرنامج يحتاج فقط إلى متصفح، وبالتالي فعند الدخول إلى المتصفح وكتابة اسم المنصة جيسيميت على محرك البحث فأنت تلج إلى هذه المنصة بشكل مباشر. بخصوص سؤال الأستاذة فاطمة المتعلق بعدد الضيوف، إذن فريق عمل هذه المنصة يقول أن
عدد الضيوف غير محدود. وكتجربة خاصة استعملت هذا البرنامج في إحدى اللقاءات، ووصل عدد المشاركات والمشاركين إلى 80، يعني 80 مشاركة ومشارك، ومرت الأمور على أحسن ما يرام. شكرا. شكرا أستاذ عزيز. كنشوف مازال الأستاذ العسري، هل تريد تدخل مرة أخرى أم فقط نسيت اليد مرفوعة؟ أستاذ عبد الرحيم. أعتذر، غير نسيت اليد مرفوعة، أعتذر. أستاذ البوهالي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل أستاذي، مرحبا. شكرا جزيلا للجميع، لا أطيل. كان عندي واحد الانقطاع، لم أتابع ربما المحطة الأخيرة، تسجيل جيتسيميت، أين يمكن الحصول عليه؟ يعني تسجيل الفيديو أو تسجيل المحاضرة أو تسجيل اللقاء أو القسم الافتراضي، أين يمكن الحصول عليه كباقي المنصات السابقة؟ وشكرا جزيلا للسي عزيز والسي بنان والسي محسين والسي محمد وللجميع. بارك الله عليكم والسي بشرى، أسفي. شكرا جزيلا أستاذي. أستاذ عزيز تفضل. مرحبا سي البوهالي، إذن سأعيد الدخول إلى برنامج جي سي ميت. إذن سي البوهالي، لتسجيل اللقاء فالأمر بسيط جدا، فقط يكفيك النقر على هذه النقط الثلاثة الرأسية الموجودة هنا في الأسفل على اليمين، وننقر على إبدأ التسجيل. إذن نربط حساب دروب بوكس، وكما تعلم أنه يعني برنامج سحابي يعطينا إمكانية تخزين ملفات قدرها 2 جيجا، نربطه بهذا اللقاء. بعد ذلك ننقر على إبدأ التسجيل. ستظهر لي هنا أيقونة تؤكد لي أن التسجيل بدأ. إذن كما تلاحظ هي ريكورد هنايا، وبالتالي فالتسجيل قد بدأ. لإيقاف التسجيل نذهب إلى نفس الخيار وننقر على أوقف التسجيل ثم تأكيد. وشكرا سي البوهالي على هذا السؤال. بارك الله على سي عزيز، شكرا جزيلا على سعة الرحب. أو حفظك الله. بارك الله عليك، حفظك الله ورعاك كما عهدناكم جميعا. لا لا، أختك أستاذ. شكرا جزيلا. هناك رفع اليد من طرف الأستاذة راضية، تفضلي أستاذتي. نعم أستاذة. أستاذة راضية. أستاذة راضية. كذلك أستاذة فاطمة، ربما نسيت اليد مرفوعة. لا، باقي عندي واحد تساؤل، وسمحوا لي بزاف الا طويت في الاسئله. صراحه هاد جيتي عجبتني بزاف، ويعني هي اللي ناويه نعتمد ان شاء الله. غي استاذ، الا كان ممكن بالنسبه للتسجيل اللي غيكون وبغيت نبارطاجيه مع التلاميذ ديالي، واش غنعطيهم لو ليان لهذاك التسجيل، ولا نقدر ناخذو كاريمون كفيديو مثلا ام بي 4 هكا ونصيفطها؟ وسمحوا لي بزاف مره اخرى على قوه الاسئله. مرحبا أستاذة فاطمة، أفيك بليزير، هنايا حنا هنايا باش نجاوبوا على الأسئلة ديالكم. مرحبا وألف مرحبا.
إذا بالنسبة للسؤال ديالك راكي جاوبتي عليه في السؤال، عندك جوج ديال الاختيارات، إما ترسلي الرابط التلمذات ديالك وهما يحملوا ديك الفيديو، وإما ترسليه لهم عن طريق يعني فيديو، يعني انت تحملي ديك الفيديو من الحساب ديالك دروب بوكس، من غادي تحمليه في الحاسوب ديالك يمكن أنا ذاك تقاسمه بشكل عادي. ولكن تعلمين أن مثلا إذا كان هذا الفيديو لطاي ديالو كبيرة شوية سيصعب تقاسمه مع التلميذات والتلاميذ، وبالتالي فتقاسم رابط سيكون أفضل، إلا إن كان هذا الفيديو قصير فأنا ذاك يمكن تقاسمه على شكل فيديو. ألف شكر، شكرا بزاف. مرحبا. السلام عليكم. نعم أنا راضية، مرحبا. الله يسلمك، كنشكركم على هذا اللقاء الرائع في الحقيقة. هذه منصة، شكرا أستاذ عزيز على هذا التوضيح في هذه المنصة، رائعة فعلا، ويمكن الناس تخدموها طبعا ماشي مع التربية الدامجة أو التعليم الأولي، يمكن الناس تعملوها كاملين، فبنت لي أنها بسيطة ويمكن يستعملها كل شيء. بالنسبة للسؤال ديالي هو منين جيت دابا نحل حليتها في جوجل جوجل ايدج، عطاتني انستالي ليكستنسيون كروم، واش هاد الانستالاسيون من الضرورة زعما عندها شي إفادة ان بلوس، ولا لان عندها اون انتغراسيون افيك اوفيس 365 من الضروري نديرو هاد الانستالاسيون او بلاش؟ وشكرا. مرحبا أستاذتي. بالنسبة للولوج إلى المنصة، فأي متصفح يمكنك من الولوج إلى هذه المنصة، يعني ليس من المفترض أن يكون المتصفح هو جوجل كروم أو إكسبلورر أو غير ذلك. سأضع لكم رابط هذه المنصة، رابط مباشر سأرسله إلى الأستاذة بشرى أو إليكم مباشرة، وبمجرد أن نقرأ على هذا الرابط ستجدون أنفسكم داخل هذه المنصة، وآنذاك يمكنكم فتح أو إنشاء قسم افتراضي بطريقة سهلة وسلسة. شكرا أستاذ عزيز. تفضل أستاذ كبير. السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ عزيز، كنظن أن الأستاذة سؤالها كان كيتجه اتجاه أستاذة راضية، كان سؤالها كيتعلق بما تسمى الاكستنسيون اللي كيطلب المتصفح، وبالتالي انا خرجت ليا هي مسألة عادية، لان لما انستالاتش الاكستنسيون ما غتخدمش ليها الكاميرا، ما غيخدمش ليها الاوديو في المتصفح، هذا هو علاش ضروري ديك الاكستنسيون غادي تانستالا بور افوار اكسي ا فوتر كاميرا اي ا فوتر ميكرو دي بي سي. هذاك الشيء علاش كيطلب منك ديك الاكستنسيون، لما انستاليتيش ليكستنسيون جو بونس باش غادي يخدموا لك. ولا لا سيدي عزيز؟ نعم بالضبط سي بنان، انا اعتقدت ان السؤال ديال الاستاذه يتجه، يعني اعتقدت انه ربما خطات في كتابه الاسم الصحيح للمنصه، وبالتالي فنعم أستاذي الكريم كبير فكلمكم على صواب، لتشغيل الكاميرا وكذلك الميكروفون تحتاج الأستاذة لتثبيت تلك الاكستنسيون. وهذا الأمر لا يتعلق فقط بهذه المنصة، بل بكل تطبيقات مكالمات الفيديو. شكرا.
أظن ليس هناك أي تدخل أستاذ عزيز. إذن أعتقد نختم اللقاء أستاذتي بشرى. نعم شكرا. إذن شكرا جزيلا أستاذ عزيز. قبل إنهاء فعالية هذا اللقاء أجدد شكري للمرصد على جهوده وحرصه الشديد على إشراك جميع الفاعلين في كل مبادراته. بصدق جد فخورة بالاشتغال معكم في هذا الفريق الرائع والاستفادة من خبرتكم وكرم عطائكم. متابعينا الكرام شكرا جزيلا لكم، وأحيطكم علما بأن لقاءاتنا لا زالت مستمرة عبر نفس الرابط. كل التوفيق والسداد إن شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدة شكرا جزيلا لكم. سيدي إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء النور. عليكم السلام ورحمه الله. أستاذة ماض. شكرا لكم. البارح البارح السي محسن كيسول فيا وكان عندي الاوديو هذا، كان عندي مشكل تقني ما جاوبتوش. فين هو محسن؟ فينا ماذا اليوم؟ كيف راكم سي بنان؟ تبارك الله عليك البارح. الله يبارك. لالا فاطمه مساء النور. استاذه بشرى تبارك الله عليك. نعم لالا. استاذ عزيز شكرا بزاف على التقديم ديال توضيح المنصه، و مساء النور للجميع وشكرا لكم والى الغد ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله. شكرا. أستاذة سمر. سمر سي عزيز. أستاذة فاطمة. أستاذ عبد الرحيم. أستاذة راضية. سي كمال مساء الخير. سي كبير كي داير؟ كلشي بخير الحمد لله. الحمد لله بارك الله فيك. شكرا جزيلا سيدي يوسف. وي السلام عليكم سيدي مساء الخير. الله يجازيك بخير. بغيت نعرف مريم مراكش امل ملك باقي ولا انقطعت في الغرفه؟ مريم ملك. وي ما بانت ليا في الغرفه دابا. راه اللي كاينين في الغرفه راه يبانوا لك استاذ. ما باينين. كانت واحد شويه هذا ومشات صافي. دونك حتى الغد بغيت نبلغ لها شي حاجه بخصوص الابن ديالها اللي كيعاني من هذيك الفينومين ديال الميتيزم. بغيت نعطيها شي معلومات. المهم حتى الغد ان شاء الله ونعاود نتشوفوا ونعاود نتلاقاو انا وياها. راه ممكن تخلي ليها ميساج اون بريفي في الشات. راه كاينه ولكن جو نو سوي با انسكري انا ولا ما كندير الشات كنكليكي على الشات ما كيعطينيش باش نكتب. جاي سيت وطالور. شوف سميتها في داك وواقيلا كليكي وشوف واش غتعطيك البوسيبيليتي باش تخلي لها شي ميساج. داكوغ واخا. شكرا سيدي. شكرا. تبارك الله عليكم. تحياتي. تصبحوا على خير. الى الغد ان شاء الله. مع السلامه. واسي كبير السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف داير السي؟ لاباس خويا. كنتي بخير؟ كاينه شي حراره؟ الحراره خويا حنا ما عندناش الحمد لله. ولكن برد اخويا مع راسك. هنا متعاطفين معاكم. كرهنا نصيفطوا لكم البرد من هنا. ولكن ضروري لا تصيفط لي شي بركه. كاين عندنا شويه الغربي ولكن الغالب الله ما صدنا كيفاش نديرو. شي خاصو شي جيت سيتا هو. يدخلوا معاه شي سمكات. شي سمكات هادي. شي منصه ما تبقاش نصيفطوا فيها على الهضره والصوت. نقولوا نصيفطوا فيها حتى الهواء. هذاك الشيء اللي كاين. الله يحفظك اودي في الباك يا باشا. امور بدا مزيان الحمد لله خويا. ايوا الحمد لله. شكرا جزيلا.
اللقاء راه كان ممتاز تبارك الله. سي كريم. سي كريم يمكن لك توقف التسجيل سي كريم. سي كريم. سي كريم راه غيكون باقي خدام في المركز. سي بون انا وقفت. راه غيكون باقي في مركز امتحانات. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. سي كريم كي داير لاباس عليك؟ الحمد لله بارك الله فيكم. الله المعين سمعت انك في مركز امتحانات. الله المعين الله يسهل الامور ان شاء الله. يلا كملتي الله دخلتي. على سلامتك. على سلامتك اخويا. على سلامتك. بالنسبه للتسجيل الاستاذه سمر مكلفه ربما راه وقفت. واخا حيت بان لي باقي خدام التسجيل.